بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ الآن بالتعرف عن بعض معلومات الحيتان. الحوت الأزرق يعد أكبر حيوانا حيا على الإطلاق، إنه أطول من 18 سيارة، قلبه كبير بحجم سيارة، ولسانه ضخم جدا بوزن فيل. هذا العام فقط سبح مسافة تكفي ليبحر حول العالم، وذلك للبحث عن نوع أسماك، وهي أسماك الكريل، وهي أحد أهم الأنواع في السلسلة الغذائية البحرية. كل جرعة يقوم باستهلاكها الحوت الأزرق من الماء وأسماك الكريل تكفي لملء حافلة مدرسية. يجبر لسانه الماء على الخروج من خلال الأسنان الكبيرة الموجودة على الفك، ويحاصر ما يقارب مليوني سمكة كريل. تم صيد الحيتان الزرقاء لدرجة وصلت للانقراض، وعلى الرغم من أنها ما تزال في خطر، إلا أن أعدادها ازدادت في كل أنحاء العالم بعد أن تم منع صيدها في الستينيات. وهكذا قد نكون استعرضنا معلومات عن الحيتان.